السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر مونتك. ناس كتير قوي في الحلقه اللي فاتت بتاعت موقع اختصار رابط، الحلقه يعني بتاعت موقع اختصار رابط الاخير، قالت الموقع مش حلو، انت ما بتختارش مواقع اللي بتعمل لها شرح وبتوافق على اي حاجه وكده. الاجابه هي لا، لان الموقع ده ما كانش وحش خالص شباب، كان كويس جدا. ولو كنت اخدتوا بالكم هتلاقوا ان السي بي ام بتاعه كان كويس، ما هواش ضعيف وما هواش متوسط، لا كان كويس الى حد كبير، يعني مش ممتاز بس كان كويس تمام. واحنا بنشوف المواقع المتوسطه لانها بتستمر كتير، اما المواقع العاليه قوي 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 ده ما بتستمرش. ولكن الموقع اللي معانا النهارده مختلف تماما، موقع واو شورت هو من افضل المواقع اللي انا شفتها لحد دلوقتي، ومن افضل السي بي ام اللي انا شفته، كمان في اثبات دفع، وكمان الموقع كويس وفي ريفرال كويس، ما مش فاكره الحقيقه بس ايه هنخش نعرف دلوقتي. ولكن كل حاجه في الموقع ده كويسه جدا، والمفاجاه هي البي اوت ريت او السي بي ام عالي جدا. خلينا نبص كده على السي بي ام. عندك هنا السي بي ام $30 لايرلندا. هتقولي $30 ده اكيد الموقع ده نصاب، هقول لك لا، ايرلندا ويونايتد كيندوم ويونايتد ستيتس، انت كام واحد في الوطن العربي يعني بيجي لك من الدول دي؟ كام واحد يعني ممكن يكون واحد من ايرلندا، واحد من يونايتد ستيتس، واحد من يونايتد كيندوم. والضغطه على الاعلان من اي بلد في الثلاثه دول، الضغطه على الاعلان ب 14 سنت تمام، الضغطه واحده ب 14 سنت. اما انت هنا لو ضغطت على، اما انت هنا لو واحد من دول فوت الاعلان بياخد 3 سنت، انت تاخد 3 وهو ياخد 14، فبالتالي ما تستغربش من حوار $30 ده خالص تمام. ونشوف كده بقيه الدول، عندك المانيا $15، عندك الدول الاجنبيه بصراحه هنا رهيبه، الدول الاجنبيه هنا رهيبه، والراجل يعني ضايف لك كل الدول الاجنبيه تقريبا، لكن هو مش ضايف كل الدول العربيه، ولكن ضايف معظم الدول المهمه جدا. طبعا بقولش عن بقيه الدول اللي مش متضافه ومش مهمه، ولكن الدول اللي هنا هي الدول المنتشره على الويب العربي جدا، زي الجزائر هنا $9 ده ممتاز جدا، العراق $9، السعوديه $9، مصر $9، لبنان $9، تونس $8، المغرب $8، عمان $8، البحرين $8، والاردن $8، والكويت $8، وبقيه الدول العربيه كلها $7. ده ممتاز جدا يا شباب، اعتقد مش عايزين اكتر من كده يعني. خش على اثبات دفع تمام. هو هنا عنده تقريبا 5-6 اثباتات دفع كده لبعض الناس، وتقريبا السحب من الموقع ده من اول 50 سنت تمام. خلينا نخش على الداشبورد عشان نسجل بقى. هتقول له هنا ريجستر ا نيو ممبرشيب، هتكتب هنا اليوزر نيم بتاعك، وهنا الايميل بتاعك، وهنا الباسورد بتاعك، وبعد كده تعيد الباسورد مره ثانيه تحت تمام، وتقول له اي ام نوت ريبوت كده، بقى عندك اكونت على الموقع، قول له سيف وقول له ساين ان تمام. تعال نخش على الريفرال على طول. اول حاجه شوف الريفرال كام، الريفرال هنا 15%، وده بصراحه يعني كويس الى حد ما كويس، مش هقول لك 30% 25 تمام، كان نفسي يبقى حاجه عاليه عن كده، ولكن 15% ده رقم مش وحش، ومش 5% ومش 10%، 15% كويس يمشيك مع السي بي ام العالي ده، يبقى فيه توازن. اما لو 30% بصراحه هنبقى حرام يعني بصراحه على الموقع، يعني بما انه معلي السي بي ام حرام يبقى 30% الحقيقه، او 25 او 20 حتى، يعني 15% ده كويس جدا تمام. خلينا نخش على ويزدرو ونشوف اثبات، نشوف اقصد بيسحب من اول كام، عشان تقريبا هو 50 سنت. ننزل تمام زي ما انتم شايفين 50 سنت على فودافون كاش، اتصالات فلوس واورنج ماني تمام. حاليا للاسف الموقع ده تقريبا يعتبر للمصريين بس، حاليا يعتبر للمصريين بس، ولكن الموقع ده 1000000% في الشهر ده، او يعني خلاص قريب جدا بنتواصل مع صاحب موقع، يعني قريب جدا هيبقى هيضيف باي بال وهيضيف بعض الحاجات كده، هو اصلا كان ضايف باي بال ولكن حصل مشكله يعني، فايه الموقع ده حاليا للمصريين بس تقريبا، ف نستنى وان شاء الله الموقع ده هيضيف الباي بال ويضيف كل الكلام اللي انتم عايزينه. فللاسف يعني حاليا هو ضايف فودافون كاش واتصالات فلوس واورنج ماني، فاكيد ان شاء الله هيضيف باي بال وهيضيف بيتكوين وهيضيف حتى ويسترن يونيون، اي حاجه كده بحيث انها حاجه توصل للناس كلها يعني. ولكن اي حد من الدول العربيه، اي دوله تشتغل في مواقع عادي جدا عادي جدا، لحد بس ما هو هيضيف بعض الحاجات، بعض وسائل الدفع الثانيه يعني تمام. اعتقد احنا عارفين كل حاجه بقى في الموقع، الحاجات الباقيه يعني سهله جدا. ممكن طريقه الشغل فيه بسيطه، هنا طبعا بيديك التوتال فيوز بتاعتك، وهنا التوتال ايرننجز الفلوس بتاعتك كلها، وهنا الريفرال بتاعك الفلوس بتاعت الريفرال، وهنا الافريج تي بي ام اللي ان شاء الله هيبقى متوسطه تقريبا. الافريج تي بي ام عندك هيبقى من $8 لقول 10-12 دولار، وده ممتاز جدا اظن. هنا بيديك بعض الحاجات كده، بيقول لك ان انت يا ريت ما تستخدمش في بان، يا ريت ما تستخدمش في بروكسي، يا ريت ما تختصرش مقارنة في موقع تاني، يا ريت ما تعملش تبادل زيارات، يا ريت ما تختصرش رابط اباحيه، يا ريت ما تخش على الرابط بتاعتك اكتر من مره، بعض الحاجات كده، يرجع عدم وضع رابط موقعنا في اي نوت اونلاين.
زي جاست بيست. تمام. يقصد هنا يعني جاست بيست جاست بيست والحاجات دي كلها ممكن تقفل الموقع وممكن تقفل الرابط بتاعك الحساب بتاعك. تمام. هنا واو شورت لو عايز تتواصل معاه على فيسبوك، وهنا ده تقريبا صاحب الموقع. تمام، ده هنا رابط صاحب الموقع اسمه مصطفى. تمام، وهنا كمان زي ما انت شايف بيقولك السحب فوري وفي خلال دقائق معدوده، اول ما بيوصل له بس السحب بيتم السحب. وان شاء الله لو عايزين اثبات دفع من الموقع ده قولوا لي بس في الكومنتات، وانا ان شاء الله هنزل لكم اثبات دفع من الموقع ده، وده حاجه بسيطه جدا يعني ممكن انزل لك اثبات دفع بكل سهوله يعني في الموقع دوت. ولو عايزين اثبات دفع لمواقع تانية فسهله جدا برده، ممكن انزل لك اي اثبات دفع انت عايزه لاي موقع، الموضوع بسيط جدا. اعتقد احنا كلنا عارفين مانجي لينكس بتعمل ايه، وعارفين لويز درو بتسحب ازاي، وعارفين التولز بتعمل ايه، عارفين كل الكلام ده، فمش محتاجين ان احنا نشرحه تاني. الحاجه المهمه هنا لو عايز تغير اي حاجه، ولازم طبعا تملى كل حاجات البروفايل بتاعك، كل ده لازم طبعا يتملي تمام عشان تقدر انك تسحب فلوسك. وهنا عايز تغير باسورد، عايز تغير الايميل، عايز تكلم الموقع، فالموضوع بسيط جدا. بس كده يا شباب دي حلقه النهارده، ان شاء الله تكون حلقه خفيفه، وان شاء الله الموقع ده يعجبكم وبس كده. واتمنى الناس ما تزعلش يا جماعه من موضوع اختصار الروابط، لان احنا قلنا قبل كده ده اكل عيش للناس واكل عيش ليا، ويعني ما تسيبش محتوى القناه كله وتيجي تركز في محتوى اختصار الروابط، زائد ان انا بكتب لك في العنوان ان ده موقع اختصار روابط. فبالتالي لو انت مش عاجبك الموضوع او مش بتحب اختصار الروابط او عندك موقع مش هتغيره، ما تضغطش على الحلقه يعني. بس شكرا عشان شفت الفيديو للاخر، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.